اللي بيلبسوا مني. اي كلام عادي. طبعا ده انا ومي وده انا يعني عارفه هارين بعض سرقه طبعا. ما حصلش، ما عنديش حد مقاسي. على طول بلبس من عنده. انا عايشه حياه التينيجر بتاعتي، بلبس لبس اخويا وابويا عادي. ده كتير. عملتها مره ولايتس، وفي نفس الوقت رحت مغيره للاسود تاني لان انا ما بحبش الالوان الكتير. تمام. ايوه عملت كده كتير. عملته مره احمر بس هو ما كانش لنفسي، عملته عشان خاطر دور وكان صعب قوي لانه كان تعبني في النوم والاحمر كان بينزل على المخده، ويعني كان بالنسبه لي تجربه سيئه جدا وما اظنش هعملها تاني. حصل. بعملها. بعملها. قالتي لا اكيد. لاهلي وغير اهلي. حصل. كتير كتير بتحصل كتير قوي. انا عايزه اقول لك وانا بصور اي حاجه لازم ابقى قافله عليا الباب وبقعده لوحدي. اكيد طبعا طبعا. ايوه بيحصل طول الوقت. اللي ليلي ومي ومامي، مامي ما شاء الله عندها حنجره جهوره جدا. طبعا كتير. طبعا بعمل كده طول الوقت. حصلت كتير على فكره، وفي حاجات شعبي كمان عجبتني، وفي حاجات قديمة عجبتني لأن مش هلاقيها بعد كده.